وفي ختام أعمال القمة الإسلامية في دورتها 14، عقد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين ووزير الدولة لشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية عادل الجبير مؤتمرا صحفيا، تلا فيه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إعلان مكة المكرمة الذي أكد على أهمية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية. وجدد البيان الختامي للقمة الإسلامية دعمه المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تطرق البيان إلى جملة من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعين في الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامية المنعقدة بمكة المكرمة تاريخ 26 رمضان المبارك الموافق 31 مايو 2019. نحمد الله ونشكره أن جمعنا في هذا الشهر المبارك وأن سخر لنا أن نجتمع في البلد الحرام مكة المكرمة قرب الكعبة المشرفة، حيث انطلقت رسالة الإسلام التي أرست أسس العدل والسلام. وإننا إذ نشدد على المبادئ الأساسية للرسالة الخالدة التي انطلقت من ربوع هذا المكان المقدس، عززت القيم والمبادئ الإسلامية لتدعو للترابط بين الشعوب الإسلامية وتعاون لتحقيق العدل والحق والمساواة والإحسان والوحدة والتضامن، ونستذكر الأهداف والمبادئ الأساسية التي قامت عليها منظمة التعاون الإسلامي، وإذ نعي التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدول المنظمة جراء النزاعات المسلحة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال عدد من المبادئ والخطوات التي يجب علينا جميعا الالتزام بها، وهي كالتالي: الالتزام بدعم منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق الأهداف التي حددها ميثاقها، ومن ذلك العمل الإسلامي المشترك لننطلق نحو رؤية جديدة لمستقبل واعد للعالم الإسلامي. ثانيا، العمل على تطوير قدرات الدول الإسلامية وأنظمتها في كافة المجالات للنهوض بها وتحقيق أهدافها التنموية، تأكيد على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للأمة الإسلامية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ عام 1967، وذلك طبقا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال وحقه في حياة كريمة داخل دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، إدانة الإرهاب والتطرف والغلو بجميع أشكاله ومظاهره مهما كانت الأسباب والدوافع، إدانة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة بالاعتداء على محطات الضخ البترولية في المملكة العربية السعودية والسفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة. رفض أي محاولة لربط الإرهاب بأي جنسية أو حضارة أو دين، ورفض تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر للجماعات والمنظمات التي تدعو للعنف والتطرف. سابعاً، استمرار الإدانة الكاملة جميع أشكال التعصب والتمييز القائم على الدين أو اللون أو العقيدة، وتأكيد التحلي بالتسامح والاحترام والحوار والتعاون بين جميع الشعوب سبيلاً لمكافحة العنصرية والكراهية. رفض الطائفية والمذهبية بجميع أشكالها ومظاهرها، وتشجيع الجهود الوطنية تسعى إلى مكافحة السياسات والممارسات الطائفية وتعزيز التصالح بين جميع المسلمين. سادسا، عن التأكيد على أن القائمين على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عليهم مسؤوليات كبيرة في تحقيق الغايات والمقاصد الأخوية الإسلامية والبعد عن إثارة الفوضى والفتن بين أبناء الأمة الإسلامية. العاشرا، التأكيد على أهمية الوقوف مع المسلمين في الدول غير الإسلامية الذين يتعرضون للاضطهاد والظلم والقهر والعدوان، وتقديم كل العون لهم وتبني قضاياهم في المحافل الدولية. استشعار منظمة التعاون الإسلامي للتغيرات والتطورات التي تحدث على المستوى الدولي، ويتحتم عليه تطوير البرامج والأدوات التي تنتهجها لتمكنهم من أداء دورها على المستوى الإقليمي والدولي.
نتقدم بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله على الدعوة الكريمة لعقد الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامي وجهوده المخلصة في تمتين الإخاء والتضامن بين الدول الإسلامية وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في مسعانا ويرشدنا إلى مبتغانا ويهيئ لنا أسباب النهوض بهذه الأمة حاضرا ومستقبلا.